ازاي حضرتك؟ مساء الخير. شكرا يا استاذ فادي. طبعا انا رضا عدلي، بخدم في ملايكه. انا مهندس اصلا يعني، بس معايا كورس في اعداد القاره. ايه مالك المهندسين هنا كتير؟ ايه؟ طب ها؟ ان شاء الله هتتعلم يعني، بس مش انا معايا كورس في اعداد القاده. اوكي، معايا دبلومه في الهندسه، ماجستير وماجستير في الاداره. ربنا يكمل، عارف كده اخد لي دكتوراه ولا حاجه، بحاول اكمل على يعني. عشان كده عشان ما كملتش على يعني خليني اخدم فين؟ في ملاك بس. طب هو انا لما ابتديت عرفت نفسي قلت كده ليه؟ قلت كده مش عشان اتعالج، انا بقول كده ليكوا عشان خاطر لما انت في يوم من الايام هتقدم برزنتيشن، هتقدم محاضره، هتقدم حاجه، هتتكلم عن نفسك. فلما تتكلم عن نفسك حاجه كويسه هتدي ثقه للي قدامك ان هو يمكن تلاقي عند الراجل ده معلومه قد تفيدني، وهو مذاكر حاجات كتير اكيد في الحاجات دي كتير دي قد يكون حاجه مفيده. وبناء على كده انا النهارده فطيره على فكره، انا الناس الحلوه دي اللي هم الاساتذه او الخدام الحلوين بتوعكم كانوا عايزيني عشان محاضره. انا المفروض كنت جاي دي ايه؟ برزنتيشن سكيلز. اوكي؟ وانا قلت لهم انا في حاجه ثانيه، محاضره ثانيه افيد منها من وجهه نظري في كل الكورسات اللي درستها دي، موضوع الانماط الشخصيه. المفروض استاذ فادي يتهيألي بعت لكم حاجه كده طلعت منها لسه ما بعتش، كان هيبعتها لكم يعني. فانا كنت عايز ادي المحاضره دي، ده وجهه نظري الشخصيه، دي اهم حاجه. فبس كان في واحده معانا في مدرسه الاحد كده ملايكه النهارده جت قالت للمستاذ ابو بعت ان انت هتدي موتيفيشن، فدي حاجه عظيمه جدا جدا جدا. فانا ريحت نفسي وقمت عامل ايه؟ طلعت كل المحاضرات وهنقي بقى نعمل دلوقتي ايه؟ ملك ولا كتابه واللي يعجبنا هنشتغل عليه، ايه رايكم؟ ينفع؟ لا ما ينفعش، اللي احنا متفقين عليه هننفذه. ما دام الاساتذه قالوا ادي موتيفيشن يبقى هدي موتيفيشن. لو قالوا برزنتيشن سكيلز جهز. بس البرزنتيشن سكيلز تعالى نتكلم عليها، مهارات العرض والتقديم تعالى نجربها كده، ان انا اللي هقدم المحاضره ونشوف هتمشي ازاي. فالمحاضره النهارده عن ايه؟ عن الموتيفيشن، عن التحفيز. ازاي افتح نفسي؟ افتح نفسي انا الاول. وازاي افتح نفسي اللي قدامي عشان يعمل حاجه كويسه. فمحاضره الموتيفيشن او مهارات التحفيز. ما هو لازم محاضرة ايه؟ مهارات تحفيز. وانا زي ما عرفت كده عن نفسي you can do it، ايه اللي هتعرفها وانا هتعملها مش عارف. ده فيديو كده انا اشوف الراجل ده كان بيعمل ايه. وده بيستعد الاولمبياد بتاعت 20 كان اللي جايه. هنا هيبقى هنا هيبقى قدام ده وفين ده صح. الراجل يعني مجتهد جدا وحاطط هدف قدامه، الحمد لله بعد حد التدريبات عظيمه وشاقه ابتدى يعملها. اوبا يا نهار ابيض، ايه ده؟ الناس كلها واقفة بتبص. الحمد لله عارف يطلع ازازة الكوكاكولا لوحده من غير ما أي حد تاني يساعده. كل المجهود دوت عشان يحفز نفسه عشان هو يقدر إيه؟ يعتمد على نفسه، ونجح وحقق الميدالية قصدي الإزازة الذهبية في الكوكاكولا. يس كان هو قدر، قدر يعمل الحركه دي، برافو عليه، انا بصراحه مبسوط منه يعني. طيب يعني ايه تحفيز؟ التحفيز ده حاجه برايا ولا جوايا؟ جوايا انا. هو عشان انا اعمل حاجه محتاج اتحفز، فقد يكون التحفيز
عشان احفز اللي قدامي على حاجه او احفز نفسي على حاجه. اوكي لازم بقى افهم كويس قوي ان دي حاجه مني جوايا. لو انا عايز استاذ فادي يعمل حاجه يبقى انا هشتغل على استاذ فادي عشان اسخنه يعمل الحاجه دي. لو انا عندي هدف زي الراجل العظيم بتاع كان عايز دخل في اولمبيات الكوكاكولا اللي انتوا شفتوها دي، هو حفز نفسه عشان ايه؟ يجيب الكوكاكولا. اوكي في كوكاكولا هنا ولا لا؟ مفيش. طيب خلاص مفيش تحفيز. فالتحفيز هو اثاره عوامل محركه تنبع من داخل الفرد. منين؟ هو انتوا طب ما فيش كوكاكولا نايمين؟ انت طب ممكن يجيب بطيان طب اروح ولا اعمل ايه؟ فبقول من داخل الفرد هتدخل الحاجه دي، هتثير فيه رغبه وقوه هتخليه يعمل عشان يحقق الهدف. يعني السلايد دي كده لو بصيتوا فيها نطلع منها جمل ايه؟ ايه الكلام نطلع فيه؟ اثاره داخل الفرد، رغبه تحقيق هدف. هو ده. وادي التعريف كله. بس انا في ده برزنتيشن سكيلز انا بخبط الاثنين في بعض. خليت عينك تيجي على الجمله على الكلام اللي انا ايه؟ عايزه. يبقى احنا اتفقنا التحفيز ده حاجه ايه؟ من دول. طب انا عايز اتفق معاكم على حاجه مهمه قوي قوي قوي. انا هدي مهاره. مهاره التحفيز دي اوكي او اي نوع بقى من الحاجات الكورسات اللي كنا بنديها في اعداد قدام زمان او بناخدها في الشغل او بتاخدوها في الكليات وبيتاخد في المدارس دلوقتي عشان انمي مهاره الانسان، عشان انا المهم وانا اللي هاخده وانا اللي هذاكر وانا اللي هشتغل، فلازم اشتغل على نفسي. الخبرات بتاعتنا دي كلها خبرات الحياه. خبرات الايه؟ الحياه. تختلف عن النظريات فيثاغورس والساين والكوزاين في بتوع الهندسه والعمودي ومش عارف حبه النظريات الرياضيه والنظريات اينشتاين والنظريات بتاعت كذا، دي حاجات محفوظه. لكن الانسان هو مش محفوظ. النهارده انت بستايل، بكره هبص عليك جاي لي داخل لي مود تاني، جنونه حضرت وربنا لسه هيتعامل معاك ازاي. بعده طب الفريق ده خلاص اتعرفنا على بعض، لقيتهم نقلوني على اسره تانيه، نقلوني على وظيفه تانيه، نقلوني على مجموعه تانية. فهتعامل مع بشر مختلفين. على ما اخد الخبره اللازمه للتعامل معاهم هتاخد ايه؟ وقت. جميع العلوم الاداريه عباره عن خبره شخص او مجموعه من الاشخاص عملوا بحث حطوه في كتاب. طب الكتاب ده بيقول ايه؟ فائدته ايه؟ فائدته ان انا اللي ذاكرته في 20 سنه او 10 سنين حطيته في كتاب بديهولك جاهز. اللي هنشوفه دلوقتي مجموعه خبرات الناس في التحفيز على مدى اكتر من 50 سنه انا هاخده في نص ساعه. فيبقى اي كتاب اداري في الاداره. اوكي؟ ما احنا بندير الخدمه. ما احنا بندير المؤتمر. ما احنا بندير حياتنا. ما احنا بندير دراستنا. ما احنا بندير وظيفتنا في الشغل. ما احنا بندير بيتنا واولادنا. او ممكن احنا نبقى شاطرين وندير بابا وماما. ندير بابا وماما. ده نوع في كورس من الكورسات اللي انا قلت عليك اللي فادي دوت، لو شبه اللي بهلكوا استاذ عمرو بس بوجهه نظر مختلفه عن الانماط. بطلع من كورس اسمه كيف تدير مديرك؟ هو انا عشان اطلع رحله وعشان اطلع مؤتمر لازم اخد موافقه مين؟ بابا ولا ماما صح؟ او اللي قاعد في البيت. فازاي هقنعه؟ ازاي هدخل له من الدخله الصح؟ دي العلوم دي موجوده في كتب. اللي هيقرا الكتاب اكنه وهو عنده 15 ولا 20 سنه عنده خبرة واحد عنده 40 60 سنة. طيب هنبتدي نشوف التحفيز دوت ايه حاجات يعني انواع كده منه وحبة النظريات بتاعته. في تحفيز اسمه تحفيز مادي، حاجة تتمسك كده، اكل. انت لو عملت هعمل لك حتة طبخة النهارده، الطبخة اللي انت بتحبها. خلص بس الموضوع. لو انت خلصت الواجب صح يا ريتا؟ تمام. هخلي ماما تعمل لك الحاجه اللي انت بتحبيها. ده تحفيز. في تحفيز معنوي. يعني ايه تحفيز معنوي؟
هديك شهاده تقدير وتطلع قدام الناس زي ما بنروح كده في مهرجان الكرازه ونرفع الكاس والدرع. هو الدرع ده ايه في البيت؟ لما اخد الدرع هاكله في البيت، احط في المكنه في بتاعت الاي تي ام هديني 50 جنيه حتى؟ لا، بس الناس عايزه تاخد الدرع بتاع المهرجان، صح؟ فدي ناس بتحب التحفيز الايه؟ المعنوي. لكن الناس التانيه اللي عايزه تاكل، في ناس بتحب الاكل، في ناس لا هتقبض، في ناس هديك هديه. عشان كده مثلا ساعات احنا لما نروح الدكتور وندفع فلوس بنبقى طالعين متضايقين، هو عمل ايه؟ الورقه بتضايقني. لكن بروح الصيدليه بدفع فلوس برضه، بديهم الورقه اللي اداني الدكتور اللي مش عاجباني دي، ببقى مبسوط كده. ليه؟ خدت كيس مليان ادويه وحاجات ماسكها كده، ده تحفيز ايه؟ مادي. فده الفرق، ان في ناس بتقبل التحفيز المعنوي، في ناس تقبل التحفيز الايه؟ المادي. طيب في حوافز فرديه، انا عايز حد يقول ان تسوني ميري هي اللي عملت الشغلانه دي وهي لها الفضل الاول، ونحن نشكر تسوني ميري راعي رعاه المؤتمر اللي ما اعرفش الاستاذ فادي مش عايز يسافر، يعني ما اعرفش اللي حصل فيه، مش مشكله. فده تحفيز ايه؟ واحد عايز هو شخصيا مجهوده يبان. في حاجه ثانيه، تحفيز جماعي. انا الفريق، احنا الاسره بتاعتنا عملنا، احنا الاسره بتاعتنا كسبنا، فانا منتمي لاسره، انا كنيسه القديسين اخذت الايه؟ الدرع. مش رضا ولا ميري ولا فادي ولا ده نوع تاني من نوع الايه؟ التحفيز. لازم ابقى عارف انا شغال ايه؟ لازم ابقى عارف انا بحفز مين؟ حوافز تقدر الى فرد بعين، جمعيه الهدف مربوط بالجماعه ومدى تعاون، زي في مدارس الاحد حضراتكم لو اديتوا ايه؟ حضراتكم مش هتاخدوا الجايزه غير لو كل الافراد حضروا القداس، غير لو كل المجموعه. طب ايه فائده التحفيز الجماعي كده؟ اصل في واحد نايم في النص، في اتنين نايم، فبدل ما انا شايل الليل لوحدي هم هيسخنوا ايه؟ بعض، هم هياخدوا بالهم من بعض، هم هيزقوا، هيطلعوا مع ايه؟ مع بعض. يبقى انا اشتغلت على تحفيز ايه؟ تيم. ساعات التحفيز بيبقى ايجابي، ساعات سلبي. يعني ايه؟ ازاي؟ في حاجه اسمها تحفيز سلبي؟ ما انت لو هتخلص الشغلانه دي هنطلع مع استاذ ايه؟ مع استاذ بشير في مصر، صح؟ مش انت كنت بتقول عليه من شويه؟ خدت بالي. مش هقول له، مش بتاع ده، مش ده متسجل؟ مش هو ده متسجل وهيثبت؟ الحمد لله. فده تحفيز ايجابي، هتعمل هتروح. امال ايه التحفيز السلبي؟ مش هتعمل في بانش، هتروح في النوتي كورنر، مش هتطلع من اعداد القدام، هتفضل قاعد فيه 3 4 10 سنين، مش هتروح الخدمه اللي انت عايزها، مش هتساعد في الموضوع ده، مش هتطلع الرحله دي. ده تحفيز بس ايه؟ سلبي، نيجاتيف، في العكس الاتجاه. ايه ده اللي انا جايبه ده؟ الويفر. وانا بحفز لازم اخد بالي من الويفر. عارفه الويفر؟ عارفه الويفر؟ عارفين؟ ما تعرفيش الويفر؟ بص اتخضت كده، حاطه رجل على رجل، نزلتها على طول، مش هتعمل مش عارف ايه. انا اعرف الويفر اللي احنا بناكله تحت، يعني جبنا ست كوكا كولا وجبنا ست الويفر، ومحدش اتحرك جاب اي ساندوتش، مش عارف ليه. طيب الويفر مش هو الويفر اللي هو بيتاكل من ساندوتش البسكوت ده، هو كده راح مع بعض بيقول ايه؟ What is in it for me? WIFM. What is in it for me? هو اللي انت عايزه ده مصلحتي في ايه؟
هات من الاخر. ما هو لو ملياش مصلحه، لو انا مش كسبان هبذل مجهود واروح له ليه؟ هنلاقي حاجات كتيره في الخدمه كده، هنلاقي حاجات كده في الشغل كده، هنلاقي حاجات كتير في الدراسه كده. انت عايز تقنعني بحاجه لازم تديني الويفم اللي فيها، لازم اخترع لك ويفم حتى لو ما فيش، لازم اطلعك بمصلحه من الموضوع ده. لو ما فيش الويفم، ما فيش وات از نيد فور مي، ما فيش حاجه مصلحه ليا، انا هقف اتفرج عليك. صح؟ او ممكن مره هساعدك، مرتين هساعدك، لكن مش هطول. لكن طول ما انا شايف ان انا كسبان في الموضوع ده، انا ايه؟ اشتغل عليه. يبقى في التحفيز لازم اركز كمان عليه. شفنا انواع التحفيز، جماعي وفردي، ايجابي ومادي معنوي. لازم ايه؟ اشوف، ابقى اخد بالي لما اجي احفز حد فين مصلحته؟ هخش له منين؟ ايه الحته اللي هيبقى الويفه بقى اللي هياخده؟ ايه الاكله اللي هياخدها في الموضوع ده؟ فلو ما فيهاش ويفه حضرتك هتتعب كتير. حبه نظريات بقى كده، لازم ناخد الخبره بتاعتها علشان نختصر. هو السلايد دي في علم البرزنتيشن سلايد سيئه جدا، زحمه والوان كتير وبتاع، ما تبصش عليها بصراحه. بس ساعات في المحاضرات بنضطر نكتب، لو محاضره فيها جزء علمي كده غلس لازم نضطر نحط الكلام ده في الاول، بيبقى في حبه دش. فعمل ماكلان دوت قال ايه؟ قال الناس الويفن بتاعها ممكن يكون للسلطه. انا عايز انا ابقى امين الخدمه، انا عايز ابقى انا اللي ماسك الخلوه، عايز انا ابقى المدير، عايز انا ابقى التيم ليدر بتاع البروجكت، انا عايز ابقى انا اللي معايا ايه؟ السلطه. في ناس عندها حب الايه؟ هو عيب على فكره مع التواضع ومع مع مع، لكن احنا كل واحد فينا عنده نزعه لحاجه بيحبها، مش عيب. في واحد بالفطره بتاعته قائد ليدر، تلاقيه ماسك كده في قلب داوود وماسك المايسترو وبيعمل حركات للعيال وهم بيسمعوا كلامه كده، ليدر. هو من صغره هو كان بيعمل حركات، هنعمل ايه؟ ده مايكل مش انت يا فادي. فلما تدي له حاجه فيها ليدر شيب، ليدر هو قائد، هتيجي معاه سكه قوي. في واحد تاني يقول له امسك العصايه واطلع، يا هيجري، اطلع هيطلع بره مش هيطلع المسرح. ده ما بيحبش القياده. لكن ممكن يكون عنده ايه؟ عايز انتماء. انا حابب ان اقعد انا واصحابي مع بعض، انا حابب اكون من المجموعه بتاعه اعداد القدام. غلط معايا عشان كده ان انا خاتم. هو مش عايز يشتغل خادم على فكره خالص، لكن هو اصحابه في المجموعه دي هو حابب ينتمي الى هذه المجموعه، هو حابب ينتمي للمجموعه بتاعه الكليه، الشله اللي بتقف تحت الشجره اللي على التنس بتاع البيت، عارفينها؟ لا، طول ما توفيش جنب الشجره بتاع الباب الاعدادي ده ما مش كسرته دلوقتي. جول فوري هندسه مش هتتعالجوا. فعنده حابب انه ينتمي لهذه الفئه، يبقى ده الويفن بتاعه. يبقى في واحد بيحب ايه؟ بيحب ايه؟ لا انتوا كده هتناموا مني، مش هينفع. استاذ فادي مش هيجيبني تاني. انا عندي حبه مهارات كتير مش عارف اخلصها، اخلصها النهارده كلها وامشي ولا مش هاجي تاني؟ الله اعلم. فالحاجة للصدق ده قلنا في حاجة إلى الاجتماع، دي ناس بدرجة عالية يشعرون بالسعادة لما يلاقوا نفسهم محبوبين عن الآخرين. عايزين يبقى عندهم صداقات والناس مهتمية بيهم، في علاقات اجتماعية كده بين بعض. في واحد تاني بقى الحاجة إلى الإنجاز، أتشيفمنت. إحنا خلصنا المشروع. دي المشروع اللي ورا. إحنا أخدنا الدرجة النهائية في الامتحان ده، اديني الامتحان اللي وراه. أنا خلصت الكتاب ده، اديني الكتاب اللي وراه. أنا خلصت السفر ده، أنا عايز اللي وراه. دايماً بيدور على إيه؟ الأتشيفمنت. أنا طلعت جبل سانت كاترين فعايز أطلع جبل موسى، طلعت جبل موسى أنا عايز أطلع جبل إيفرست. بدور على إيه؟ الأتشيفمنت الأعلى، ما أكمل لفوق. أوكي؟ يبقى لما انا اجي احفز حد عرفنا ايه؟ سلبي ومعنوي كلام كبير.
ودورنا، ابتدينا ندور على الوريثة عند كل واحد، فلقينا في ناس عندها احتياج للسلطة، في ناس عايزة حاجة للانتماء، ناس محتاجة للإنجاز، وبتوع الإنجاز دول مزاج عندهم إيه؟ اللي جدع يقول لي أنا عارف إن كلكم جدعان هتشوفوها هتقولوا عندهم ليه؟ تحدي، برافو عليك. برضه أنا هي زحمة بس أنا اللي عايز أوصله شفتوه، ضحكت عليكم، حطيته في النص. الإنجاز عايز إيه؟ تحدي. بقول لك ايه، انت مش هتعرف تخلص الموضوع ده، وري نفسك. لا ما تقولش كده، هو اتخضيته صح؟ عمل ايه؟ تحدي، استفزيته. انت بص، انت فاشل. لا لا، انت مش بتاع انك تطلع مصيف، انسى انسى. انت مش بتاع انك تخلص الموضوع اللي هو بتاع سر الزيجه ده. المجموعه دي مش كده، المجموعه دي عارفين. لا ما تقولش علينا كده، هنوريك بقى. دخل استفزيته، دخلته في ايه؟ في تحدي. دخلته في ايه؟ تحدي، عشان ده بيحب الايه؟ الانجاز. عايز يقول اتفضل. اول اثنين احيانا لو انا بتكلم مثلا عن حاجه شبه كده، بيبقى الحد اللي عنده حاجه للسلطه احيانا الموضوع ده بيجي انسان بيكون ناقدنا او الانتمائيين، يعني لو حابب، لو شايف ان في مجموعه معينه انا لو حفظتها هي عباره من تشتغل بشكل بوزيتيف شويه في الخدمه، بس احيانا وجودهم مع بعض بيعمل مشكله، يعني بيعمل شده او بيعمل، يعني انا بتكلم الكلام ده مجرد من السلبيات بتاعتي، ولا السلبيه اللي بتنتج عنه ان ده بيعمل مشكله. هو اول حاجه زي ما قلنا دي ده العلم. اوكي، احنا علينا نستفيد من العلم دوت عشان عندنا هنا في الخدمه او عشان حياتنا. وعايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في حياتنا يفترض، يفترض ان في حياتنا زي الخدمه، احنا مش بوشنا، احنا في كل حته احنا نحمل اسم ايه؟ المسيح. وانا بحب جدا جدا لما نكون في حته يقول لك زي ما كان بيقول ايام ما يمرقس وينيانوس والبدركه القدار، انت مالك النهارده مبسوط؟ انت مالك النهارده مختلف؟ اصلا انا قابلت واحد ايه؟ مسيح. احنا مش هنغير وجهنا. لكن اجاوبك على سؤالك، استاذ فادي بيسالني، بيسالني هو السلطه والانتماء دي ممكن تكون حاجه للسلطه، واحنا مش عايزين حد يبقى فيه سلطه في الكلام، صح؟ صح؟ دي ممكن تبقى سلبيه، لان احنا الطبيعي ان احنا نهوى ايه او نشتغل على ايه؟ على التواضع. اوكي ماشي، بس الطبيعي ان احنا فينا ناس عندهم امكانيه القياده، وهم بطبيعتهم بيحبوا يكونترول الدنيا حواليه، هو من غير ما يقصد، من غير ما يكون متكبر، هو ده طبيعته. عشان كده لما هتجيله عليها يقول لك امين يلا بينا بسرعه. ولكن باللي بنتعلمه في الكنيسه وبمبادئنا و بما ندرسه طول حياتنا في المدرس الأحد والخدمة، بنكتسب القدرة إن أنا أحكم نفسي، حاكم نفسه خير من حاكم مدينة، ده الكتاب المقدس يقول كده. فأنا بحب السلطة. أوكي، يعني زي ما أنتوا كده قلتوا لي النهاردة إيه؟ أنت هتقول كذا، قلت لهم لأ مش هقول كذا، ده طبيعي، لكن أنا احترمت عشان أنا في الخدمة في الكنيسة، احترمت اللي حضرتك قلته والخدام المسؤولين قالوه، وخضعت للسلطه. طيب مش واضح، في قول مهم جدا هينفعنا في الخدمه، بتقول A good leader is a good follower. القائد الجيد هو تابع جيد. غريبة صح؟ لا مش غريبة. أصل أنا لما أنا التيم ليدر بتاع الفريق ده وبطبيعتي هعرف أمشي عشان أنا بحب السلطة. لكن لما دخلت الفريق تاني زي النهاردة، أنا جاي في الفريق اللي ماسكه أستاذ فادي وأستاذ بشور، فأنا عارف المسؤوليات اللي عليهم عشان أنا مجرب يعني مسؤولية.
اوكي، فطوعت امكانياتي عشان تخدم معاهم عشان ما ابوظ لهمش اليوم. فقمت سالهم انتوا عايزين عني ايه المحاضره؟ طب الوقت اللي هيسمح معانا قد ايه؟ طب ظروفنا قد ايه؟ عشان اظبط امكانياتي على اللي هم حاطين. يبقى امكانياتي كفرد، امكانياتي كفرد هتخضع في الكنيسه بعادات الكنيسه بطبع الكنيسه بعمل روح القدس فينا في الكنيسه لخدمه الايه؟ المجموعه. ما احنا لو سيبنا نفسنا بعشوائياتنا بامكانياتنا هنرجع للانسان الايه؟ الغاب اللي كنا بنتفرج عليه زمان دوت، اللي هو بيقتل وياكل حيوانات حيه ويعيش في الغابه، احنا مش في الغابه. فدي امكانيات شخصيه موجوده عند كل واحد فينا، ولكن انا بخبرتي بطوعها للخدمه الايه؟ الاكبر. انا كده جاوبت ولا وصلت الاجابه؟ طب انا عملت حاجه، خلي بالكم، هو انا لما استاذ فادي سالني سؤال، انا كنت قاعد مع استاذ فادي كده على جنب وقاعد ان هو نحكي نرد عليه، انا عملت ايه؟ عشان برزنتيشن سكيلز دي، خدت السؤال طلعت بيه، كلمت حضراتكم كلكم وجاوبت على الكل، عشان انا بدي محاضره للكل مش لفادي بس. قمت جيت بعد كده ايه؟ رجعت في الاخير، هل مقنع؟ ممكن او ممكن لا. طب لو مش مقنع عشان ما نطولش في المحاضره هنكمل كلامنا ايه؟ في الاخر. ما دام انا بدي برزنتيشن عامه يبقى انا بكلم ايه؟ حتى لو واحد سال، لان لو قعدت اكلمه لوحدي ايه اللي هيحصل؟ الموبايلات هتطلع والفيسبوك هيشتغل والشات هيشتغل، اصلا هو شغال لوحده مفيش مشاكل. طيب ينفع سؤال؟ اتفضل. طيب مش هجاوب على السؤال ده دلوقتي، اوكي؟ هسيب الكام سلايد التانيين اللي جايين هيجاوبوا عليه. زي ما قلت دي مجموعه نظريات. النظريات دي فيها منها ما هو قديم ودي من القديم. في نظريات احدث كتير هنشوفها مع بعض دلوقتي. فحضرتك الحاجات اللي هيحتاجها الانسان متدرجه. ودي يمكن نشوفها في اللي بعد دي. اوكي؟ فممكن اوصل كده ايه سلايدين ثلاثة قدام وهرجع اسالك اسمك ايه؟ ماشي بافلي. اوكي؟ فنحن عندنا سؤال كده بافرد عند مين؟ عند بافلي. جه بعد كده واحد اسمه فريدريك تايلور. ده الراجل ده كان اساس علوم الادارة. قال يا جماعة الموتيفيشن ده سنة 53 قديم شويتين. الموتيفيشن في الحركة والوقت. حضرتكم مين هنا بيحضر الجمعة العظيمة وبيحضر قداس العيد وخميس الأحد وحد الشهر؟ عارفين الزحمة اللي شكلها ايه؟ اوكي؟ طب الأستاذ فادي بقى والناس الكبار شوية، فاكر زمان لما ما كانش فيه نظام ونيجي نتناول كان ايه اللي بيحصل؟ قدام باب الهيكل تلاقي كوم الجزم كده، ده كل قلع الجهاز الشيز بتاعته عند الهيكل، وكلنا واقفين جوه، والناس بتزق بعضها، وناس داخله وناس طالعه وناس فوق بعضها، واغلب الناس بتطلع من الاماكن دي ايه؟ مفرهده. لو حد فيكم راح اتفرج على مباراه في استاد قبل ما يعملوا تذكرتي، كان الدخول ايه؟ جنون. لو رايح حفله، لو رايح بتاع قلب داوود في اللي اسمه ايه دوت، لو مش منظمه الدخول الناس ايه؟ بتفرم بعضها، وهم خارجين الشارع بيقف. فجاء تايلور ده قال ايه؟ حفز الناس ايه؟ احنا هندخل من هنا وهنطلع من هنا. فالناس داخله ايه؟ زي ما بنروح كارفور، بدخل من ناحيه وبطلع ايه؟ من الناحيه الثانيه، واجي اطلع طالعين في ايه؟ في طوابير. حضرتك بتخش سوبر ماركت كارفور ولا فتح الله تخلص اللي انت عايزه، انت متضايق؟ يعني ممكن يكون في زحمه بس في نظام، في مسار للدخول ومسار ايه؟ للخروج. نفس الطعم، بتروح عند السوبر ماركت اللي بعد كارفور بكام شارع او بعد فتح الله كام، تلاقي الناس عماله تتخانق مع بعضها وبيزقوا في بعض وزهقانين وقرفانين ومتضايقين، ليه؟ طيب لا وقت بيضيع،
والموشن الحركه، ما فيش حركه سلسه. ايه ده؟ يعني الحركه السلسه يعني النظام اللي اتعمل في القعده بتاعتنا في الجمعه العظيمه في اسبوع الالاف، والنظام اللي اتعمل في القداسات فرق؟ فرق. طب صدقوني فرق، في ناس بقت بتحضر، في ناس جت اتضربت واتعجنت في الزحمه وكرهت انها تخش الكنيسه في الوقت ده. طب الفكره دي تعالى ننظم الدخول والخروج، ناس بقت مبسوطه. طب انا هحكي لكم حكايه مره قالها لي ابونا مقر زمان ايام ما الكنيسه لسه تحت، على التنظيم وعلى النظافه. في واحده جت لابونا بتقول له انا هاجي اصلي في كنيستكم على طول. ليه؟ اصل انا بحب اجي بالتيار الابيض وما رحتش كنيسه حضرت فيها قداس غير لازم اروح بيه يتغسل على طول. اول مره احضر في الكنيسه واطلع بيه ابيض زي ما هو، انا جاي غصب عنكم عشان دخلت في هدوء وفي عندنا مساحات دكه. ده كان زمان قبل ما دلوقتي يبقى في نظام في بتاع السفنج الموجودة دي. ايه ده؟ يعني النظام والنظافة فرقوا؟ اه فرقوا. ويفهم احتياجها ايه؟ مش عايزة تعمل، عايزة تحس بالنظافة وقيمتها، مش عايزة زحمة، مش عايزة تعمل غسيل في البيت. طيب فاحنا قلنا مين؟ ماكلين داوت قال ايه؟ سلطة وانتماء وانجاز. تايلور قال ايه؟ حركة بسلاسه كده وتوفر وقت. جه اللي وراه بقى واحد اسمه هافرون مايو، وده بدايه اللي فات اللي بيقول ايه؟ كلام حركه وانتماء وكلام كده ايه؟ ما فيهوش فرق. بدايه بقى ايه؟ الجزء بتاع هو الاهتمام ما بيطلبش. الاهتمام ايه؟ ما بيطلبش. من اول دوت الاخ مايو هاثرون ده ابتدوا يركزوا في علوم التحفيز على ايه؟ على الاهتمام. وجم عند حكايه ايه؟ انا دي المصنع ده كان فيه لمبه سحريه، كان فيه ايه؟ لمبه سحريه. هرجع لخدمه ملايكه احكي الستوري بتاعت اللمبه السحريه. اللمبه السحريه دي كانت عجيبه جدا جدا جدا. بتعمل ايه اللمبه السحريه دي؟ أول ما يولعوا اللمبة دي يلاقوا المصنع إنتاجه واو ضرب في العلالي، والناس مبسوطة وشغل من النار والهدوم عمالة تطلع والبنطلونات اللي بيعملوها دي. يطفوا اللمبة مع بقية اللي هو منورة، مش كلها يعني. إيه الحكاية؟ إيه الموضوع ده؟ كم راجل جميل ده درس، ابتدى يدرس ده. لما درسوا ونزلوا وعملوا بحث على الناس دي اكتشفوا حاجه ظريفه جدا. اكتشفوا ايه يا فيرو؟ كده ايه؟ انا بصيت حد ما بيبصليش، صح؟ برافو عليا. فاكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان الناس دي كانت راحت للاداره بتاعت الشركه زمان قالت لهم احنا نظرنا تعب من ايه؟ من الاضاءه. احنا مش شايفين كويس. فلما ولعوا اللمبه ظنوا ان الاداره استجابت لايه؟ لطلبها، فانبسطوا، فنفسهم اتفتحت التحفيز فاشتغلوا. لما طفوا اللمبه الوقت معايا، احنا معانا غير كده. فلمبه طفت، الاهتمام ما بيطلبش. الناس دي مش ايه؟ مش مهتمية بينا. نفسيتهم ايه؟ وقعت في الارض. اتفضل. مش اللمبة دي، هو بيتكلم، هم ما خدوش بالهم. واحنا انا دلوقتي بتريق عليها بقول اللي هي الماجيك لامب، لكن هي مش اللمبة خالص. الموضوع ما كانش ليه علاقة باللمبة. الموضوع ان الناس لما لقت اللمبة اشتغلت فما فهمت ان الإدارة زودت ايه؟ الإضاءة، يعني استجابت لإيه؟ لطلبهم، يعني مهتمية باحتياجاتهم، فانبسطوا. فلما انبسطوا وفرحوا اشتغلوا بمزاج، فطلعوا انتاج ايه؟ اكتر. لما اللمبه طفت يبقى انت ايه؟ اللي انا بقوله بترميه في الارض. يبقى لما يجي لي ولد يقول لي اصل انا عايز نوع البسكوت كذا،
اصل انا عايز الخدمه يكون فيها كذا، ممكن الميعاد يبقى كذا، ممكن لما يطلع رحله يجيبوا لنا ميه، ممكن الاكل في الرحله يكون كذا، حتى الحاجات البسيطه دي اسمع او سجل ولما تيجي تعملها ركز، وصل له رساله ان انت ايه مهتم. لو مش هتقدر تهتم قول له انا مش هقدر اجيب نوع الاكل ده عشان احنا صايمين فلازم يكون كذا واحنا في الكنيسه، انا مش هجيب البسكوت ده عشان كذا واحنا في الكنيسه، انا مش هعمل كذا عشان كذا، اوضح له. يبقى الاهتمام بالشخص فرق في نظريه ايه؟ في حكايه المسرع والارتفاع ما يهثر. ودي بدايه بقى ان احنا نبص على الاحتياجات الفعليه اللي بتفتح نفسك. جاء واحد اسمه ماسلو بافلي بقى هيركز معايا. ليه بقى؟ عشان ده ليه علاقه بالسؤال بتاع بافلي، هو الانجاز ليه علاقه بالسلطه دي؟ مش في حاجه اولى عن حاجه اخرى. حضراتكم كنت ايام الثوره صغيرين صح؟ صح؟ مش باين عليكم. مش غريبه يا عم، كنت صغير يا عم. صغير قوي؟ طب فاكرين ايام 2011 كده؟ مش عارف يعني هتتذكروا ولا لا. لما قامت الثوره العجيبه دي ايه اللي حصل؟ 25 يناير ايه اللي حصل؟ 28 يناير الشرطه اختفت صح؟ فالناس حد راح الشغل؟ كله قاعد في بيوته صح يا استاذ فادي؟ لما انت هتتكلم مع السبايين مش هعبقك فرصه بقى اخد مطار الناس دي منك يا اخي. بص على فكره بيحبوك قوي انت، لو تشوف الابتسامه اللي بقت على وجوه الجميع لما انا اصطدتك. انت لو نزلت الانتخابات الجايه هتروح خلي بالك، بس هات لهم بطاطين وسندوتشات المعركه عشان يضحكوا. طيب ايام الثوره لما احنا قامت الثوره وما كانش فيه شرطه فالناس خافت فقعدت فين؟ في البيوت. كان بيسمح لطفل او بنت تخرج الشارع ساعتها؟ لو حد عايز يجيب اي حاجه ما ينزليش، الشغل الناس كان اغلبها ما بينزلش، كبار بس اللي بينزلوا. ليه؟ مفيش امن. صح؟ بس في عز الامن ده قعد يوم والتاني والتالت والرابع والاكل خلص في البيت. احنا قعدنا في الفتره دي مده طويله. والشوارع الناس واقفين بالنبابيت واللي يعدي للعربيات بيوقفوه بيفتشوه وبيقلبوه، العربيات بتتسرق والبيوت بتتسرق، وعملوا الابواب الحديد على البيوت دي كلها عشان الامن. لكن لما جاع حصل ايه؟ همهم الامن؟ يا عم مش ناقص وسع، انا هنزل تنزل ايه؟ ده الشوارع بيقتلوا الناس فيها. طب ما احنا لو قعدنا في البيت هن ايه؟ هنموت. يبقى اول احتياج كان ايه؟ اكل والشرب. فهو ده مصر قال كده. ايوه الحاجه الاحتياجات الفسيولوجيه، انا محتاج انام. يعني ما اجيش ابقى عامل خلوه ثلاث ايام وشغال مع الناس من الساعه 6 الصبح للساعه 1 بالليل. ماشي؟ وانت اقول لهم هو انتوا ما عملتوش البروجكت ليه؟ انا مش هاجي تاني شكلي صح؟ فحضراتكم لازم ابقى مركز وانا بعمل عشان احفز الناس. لو مفيش احتياجات مفيش فرصه انه ينام هيقعد يوم والتاني هيقع منه مش هيكمل. ما ينفعش اروح لواحد فقير مش لاقي ياكل وهحفزه على انه ينزل يفتقد وينزل وينزل ويعمل. لازم ياخد ايه؟ احتياجه. عشان كده في رساله يعقوب الرسول قال ايه؟ اتكلم عن الموضوع ده، ان هو ما تروحش للاخوه مش لاقيين ياكلوا جاي تخدمهم، اولا لازم تديهم ايه؟ الاكل. وعشان كده قال ايه؟ أرني إيمانك بدون أعمالك. أما أنا بأعمالي أريك بالأعمال اللي بعملها. ده محتاج ياكل لازم ياكل الأول، ده محتاج ينام، ده محتاج لما يجي الكنيسة هو بقاله يومين ما ينامش. مرة اتحكى كده في مسن الرهبان عن أحد الرهبان، راح كده لرئيس الدير كان ساعتها على ما أتذكر، كان مش فاكر أبو مقار أو يعني في عصر ابو مقار يعني،
فبيقول له الحقنا تعال شوف شوف الرهبان بتوع اليمين دول انت جايبينهم في ايه؟ ده جاي ينام فين في التسبيحه؟ احنا كلنا واقفين دين في التسبيحه وده بينام. فما قال له ايه؟ فقام راح للرهب ده وقام على الارض فالرهب اتخض قام اخده كده طبطب عليه قال له خد رهبك على رجلي تعالى نام طبطب عليه. ما هو اكيد الرهب ده جاي الكنيسه ده لو جاي ينام في التسبيحه ده ايه؟ ده مات بس جاي بس جاي بس جاء ده محتاج ايه؟ طبطب عليه واخليه ايه؟ محتاج فسيولوجي لو ما نامش شيء يقدر يكمل هيقع مني. هو ايه فايده ان انا اقع في القداس وانا مش شايف اصلا ان في حد في الكنيسه؟ بس هو تعب وجهد عشان بيحب ربنا بس هو مش قادر. فده يبقى خلي بالي محتاج ايه؟ لازم ناكل، لازم ينام. طب لو اكل وشرب ومستريح وتمام، حاجه ثانيه محتاجه الامن. جبت الاكل، نزلنا فضينا السوبر ماركت، دخلنا ايام الثوره، وقفلنا الباب بالحديد. حققت الاحتياج الايه؟ ثاني يبقى اول حاجه اكل وشرب ونام. ابقى في امان. لو انا قاعد في بيت التنج ومتخيل ان هم هيجوا يقتلوني. هنعرف نتكلم عن سر الزيجة وكان ايه البروجكت التاني الاسرار كلها هنعرف نشغل الاسرار دي واحنا قاعدين مستنيين هنتكتب امتى يا بوي؟ هعرف احفزكم عليها؟ لا. عشان كده لما بيروحوا يخدموا في الدول الفقيره الرحلات التبشيريه لا بيقعدوا بياكلوا ويشربوا ويجيبوا بطاطين ويجيبوا حاجات كده يبتدي يتكلم عن ربنا الحلو عشان ربنا هو فعلا حلو عشان ربنا اصلا بيأكل كل الناس ما بيبصش ده مسيحي ده مش مسيحي هو كلنا ولاده وهو عارف هيجيب كل واحد امتى مش بينزل مطر على ايه؟ على الاخيار والاشرار هو جايب الكل اكل وشرب وهو الحافظ الاطفال هو ايه؟ هو الرب كده نبتدي نخش على ايه؟ ايه الخطوه اللي وراها؟ الاحتياجات الاجتماعيه انا بقيت ايه؟ الحمد لله عارف اكل وعارف اشرب وقاعد في امان عايز بقى اروح النادي يبقى ليا شله بتاعتي والبرستيج الاجتماعي بتاعي بقى ومعايا العربيه بتاعتي جبت تيار الشيك والفستان بتاع ورميت البنطلون المقطع اللي كان بتاع زمان ده مش الموضه لا ما هو دلوقتي الناس بتاع زمان واعيه خد الحاجات المقطعة بتاعتها ونزلتها موضة وقال لك اشتري والشاطرين بيشتروا. المهم فأكلت شرب برستيج بقى فتعالى احنا هنحطك في المجموعة المسؤولة عن تنظيم كذا احنا هنحطك في الفريق اللي رايح النادي انت هتبقى معانا فريق اليد حضرتك هتبقى معانا فريق الإعداد لكذا. على فكرة مش عيب ان يكون في واحد بيحب يكون موجود في مكان الشطارة الأساسية بقى على سؤالك لو واحد بيحب السلطة أحطه في المكان اللي هياخد فيه وضعه وفي نفس الوقت أعلمه إزاي من جوه ده أجيبه لسكتي إزاي حطيته في المكان الاجتماعي اللي أنا هعرف أقدمه منه صدقني كنت بقول لأباء فكرة مجنونة يعني ربنا يستر عشان كنت بقول فكرة توزيع الوقت اللي انت عملته ايه بروجكت السنة اللي فاتت اعمله بقى الفكرة دي مش عارف بس احد يقول انا عايز اعمل نادي في الكينج يوجر والاهالي تاخد ولادها ويروحوا بس بشرط اللي يروح مع بابا وماما والعيلة كلها حد لوحده لا عشان يبقى في الترابط الاجتماعي بتاعنا تحت ايدينا تحت عينينا ياكلوا ويشربوا في امان وفي الترابط الاجتماعي في المجموعة اللي أنا عايزها في الشلة اللي أنا هرعاها ووقت ما بأكلهم هسمعوا الترنيمة ووقت ما في البسين حاطط لهم شاشة فيديو بيتفرجوا على حاجة غريبة إذا ما البسين بيتفرجوا على المجموعة ده ما هو المجموعة محتاجة إيه؟ اجتماعي هم مش عارفين يشتركوا في سموحة ولا وادي دجلة ولا مش عارف إيه ولا كذا مجموعة وبالاشتراك اشتراك المصلحة وهو يوم واحد في الاسبوع بقى الاسبوع نبقى نجرب الكلام ده متسجل ربنا يستر عليك
طيب الناس بقى اكلت عاشت في امان بقى ليها شلتها واصحابها وبيروحوا النادي او بيروحوا الكنيسه او حوش الكنيسه. على فكره نحن نحسد على حوش الكنيسه حتى لو الحوش مش موجود. مفهوم الحوش ان احنا بعد الاجتماع بنقعد مع بعض لينا شلتنا بتاعت الكنيسه نحن نحسد عليها. لما تخرجوا بره في المجتمع وتقابلوا الاخرين اللي ما عندهمش حوش ما بيقعدوش مع بعض وما عندهمش هذا الترابط اللي عندنا جوه الكنيسه والقبط بيتجمعوا على بعض عشان عندهم احتياج للاجتماع. طب بعد ما عمل كده انا محتاج بقى عملت علاقات وزملاء وتفاعل مسؤول عن وظيفه بقى عايز اترقى بقى عايز ابقى مسؤول عايز الخبرات اللي عندي دي احطها في مكان افيد مجموعه. يبقى انا مش عايز اتعيد بقى ابو مقار ليدر بس مش معروف بالطبع. لما سالوه انت اعظم حتى لما في اثنين ستات متجوزين في اسكندريه احسن مني فهو محتاج يكون في حد خلاص من الدنيا لازم يتحط عنده احتياج ان هو يطلع امكانيات اللي ربنا اداها له. داوود هيبقى ملك ايه المشكله؟ هو داوود كان ملك ولكن ايه؟ قلع هدومه بلبوس كده مش قوي يعني وطلع رقص قدام تابوت عهد الرب ودي اللي اتخانقت معاه فيه مراته عادي بس كده اتخانق. لكن ايه؟ هو نسي هو مش شايف نفسه ملك. هو عنده احتياج ان يكون في مسؤوليه لما حد اظهر ان هو قياده ناجحه ولكن قدام ربنا عيل صغير فرحان بقى ربنا ده تابوت احد ربنا جه عندي عمال يطلع فيه ولا صغير عادي بابا جه بابا جه اهو ده كان عمل كده. فلما يكون عنده احتياج الصدر هذا ما يمنعش ان قلبه حسب قلب ايه؟ حسب قلب الله. لكن في ناس ما عندهاش وقلبها مش حسب قلب الله هي عايزه تبقى دقلديانوس هو قائد للشر هو تاريخه تاريخ فاصل في البشريه واتعمل بيه عيد ميلوز هو رمز الشر ولكن جه عليه هو مات وبقي في الكنيسه. فاللي هيستغل كل حاجه سكينه بنستخدمها للاكل وبنستخدمها للموت استخدامك ليها الانترنت والفيسبوك والناس اللي بتبص في الموبايل دي استخدموها انه بتسجلوا الكلام دوت او بتستفيد منه بحاجه او بترد على رساله مهمه او انت بتضيع نفسك بحاجات اخرى. طيب الاحتياج اللي بعد كده ايه؟ تحقيق الذات. لا ده الممتع بقى اللي هو خلاص انا في وظيفه كبيره وعندي كل اللي فات ده بس ده ليونيل ميسي ده مش عارف مين بتاعة الاسكواش الاولى على العالم نيران ما اعرفش ولا اسمها ايه ده اينشتاين ده ليوناردو دافنشي ده البابا اسماسيس ده البابا شنودة. بابا شنودة كاريزما يحكى عنها هو في المرتبه دي هو وصل لفوق وبقى ايه هو محدش انسى انسى حد يجيبه كلماته بتأثر في العالم كله. فدي مصله قال ان ده الترتيب بس ما ينفعش واحد جعان هقول له تعالى ودي كلتي. ما ينفعش واحد خايف من الموت وهقول له تعالى ايه؟ هرقيك. انا هخليك امين عامل كده يا عم انا هموت بعد بكره. هيحطها لي في المدفن معانا. جاء واحد اسمه هيرزبرج ده بعد كده قال يعني هو في بعض الحاجات اللي احنا قلناها دي احتياج يعني انا عندي دخل مادي مش احنا قلنا دي حاجه مهمه بس سؤال ما انا لو اديت فادي 1000 جنيه لا بلاش 1000 جنيه عشان الورق كوتشين دلوقتي 1000 دولار بصوا ضحك ازاي فظيع انت عايز منهم يا ريت. بعد شويه هو اتعود كل يوم مع البيس براحت مع 1000 دولار لما خليتهم له 900 زعل يعني 900 دي عند اخرين يا رب يا 100 بس صح؟
ففي بعض الاحتياجات مع الوقت ما بتبقاش تحفيز، ده احتياج بعد الوقت هتعود عليه مش هيحفزك، لكن وجودها عامل طب خليهم 1200 تعود عليهم، خليهم 1300 طب اذا كل ما زود الفلوس ما بيشبعش لانه مصاريفه زادت، بنزين العربيه زاد، الكهرباء زادت، مش عارف ايه زاد، اللبس زاد، الانترنت غلي. وهكذا الاستقرار الوظيفي، المنزله، العلاقات الاجتماعيه، كل دول عوامل صحيه وجودها مهم، عدم وجودها يموت او يضيع التحفيز. لكن الاهم بقى العمل المثير، التقدير، تحمل المسؤوليات، فرص الموت، تحقيق الانجازات. قال يبقى في بعض الحاجات اللي احنا شايفينها كنا بتحفز ان هي وجودها مهم، عدم وجودها بيوقع، لكن في حاجات اهم ايه في التحفيز. طيب حلو كويس القصه دي لغايه دلوقتي، حكينا نظريات بقى، الجزء الجاي جزء مهم بقى، انا عايز استفيد من اللي انا قلته ده، من نقط بقى صغيره سيبك من النظريات والكلام ده، انا عايز انا اقوم نفسي ازاي، ولو عرفت اقوم نفسي هقوم بيه خلاص بقى عندي الخبره. فلو انت عندك هدف، انا عايز اسرتي تكسب في المهرجان، انا عايز اطلع الاول، انا عايز اعمل، انا عايز اشتري عربيه نوعها كذا، انا عايز اخلص من غير مد، انا عايز اخلص العهد الجديد، انا عايز احفظ صلاه الساعه الثالثه، اعمل اول خطوه. شوف اهدافك دي، روح على الثلاجه في البيت عندكم حط ورقه دي، روح عند مكتبك حط ورقه دي، شنطتك حط ورقه دي، بدل ما تعمل تاتو اكتب على ايدك كده انا عايز اخلص الجامعات، لازق في الحيط كده جنبك على السرير انا عايز اخلص الجامعات، كل ما تلاقي الحيطه تلم ان شاء الله على باب الحمام انا عايز اخلص الجامعات. خلي هدفك دايما قدام عينك عشان ايه ما يتوهش، على اللابتوب بتاعي اللي انا بفتح عليه فيسبوك او على الموبايل حط ستيكر كده فوق عايز اخلص الجامعات، اجي اتفرج على فيسبوك انا عايز اخلص الجامعات، طب ودي الفيسبوك على جنب عشان اخلص الجامعات. طول ما هدفك قدامك وانت شايفه على طول هت ايه هتحقق. لو الورقه دي اختفت تشوف الورقه الثانيه، لو الورقه اختفى حاجات كتير بتضيع، واهداف كتير بتضيع منا عشان مشغولاتنا بقت كتير قوي، او عشان العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدليل، لان عالمنا الحالي مليان ملاهي، مليان مسليات. افتح انت لو قعدت تقلب في القنوات العاديه على الدش ضيع لك ساعتين، مش بس تشوف ايه القنوات عندك في التلفزيون، انا بقول لك على الدش، لو دخلت بقى اي حاجه اونلاين عشان بس تشوف انه حلقه اللي كنت ناسي فيها الجمله دي. لو فتحت ريلز انا شخصيا بخش بطلع من الناحيه الثانيه. ايه؟ انتوا ريلز؟ يا نهار ابيض، هطلع انا يعني هتفرج عليا؟ ما قلت لك عايز حد يظبط الميك اب في الاول ما سمعتش الكلام. حط هدفك دايما فين؟ قدامك في كل حته عشان عشان العالم مليانه ايه؟ ملاهي. حاجات وعلى فكره هم عارفين يجيبوك ازاي؟ فدي الانترنت انا مهندس اتصالات في جامعه العربي يعني حضرتك هم بيعمل اناليسيز لكل حاجه انت بتعملها، المكالمه اللي طالب بينك من صاحبك اول ما تقفل التليفون وتخش على فيسبوك هتلاقي الاعلانات بتاع الحاجات اللي انت بتتكلم عليها موجوده، زمايلك اللي انت كنت معاهم في الرحله في الكليه هترجع تلاقيهم كلهم طالعين لك على فيسبوك ادفرد حضرتك، احنا متراقبين 24 ساعه في ال 24 ساعه، وكل ده بتعمل له اناليسز والارتفيشال انتليجنس بيطلع له داتا وبتروح للناس اللي بتسوق وبتعمل لك اللي انت عايزه، مش اللي انت عايزه، اللي هم عايزينك تعمله بيودوك. افلام توم وجيري اللي عندنا دي مش موجوده في اغلب دول بره، مش انت بتحب توم وجيري؟ صدقيني دي مش موجوده، اصل هم مش هيربوا عيالهم ان هم طول النهار توم بيقفل في جيري وبيضرب في جيري، وتوم بيحب
الخطه البيضاء بتاعت الجيران اللي عندهم يقعد يعاكس فيها الراجل السوري كل النهار، لا ما عندهمش الكلام ده. ده بتتسوق للعالم الثاني. حضراتكم لو تشوفوا التابلتات بتاعت بره هي ريستريكتد، ما تفتحش غير مواقع معينه، في حاجات ريستريكتد بلاتفورم عشان يفهموا بالتربيه المطلوبه يوجهوا ايه. فاحنا برضه خلينا واعيين، حط هدفك ما تخليش الملاهي تاكلك. انت نفسك تبقى ايه؟ يا ترى انت قطه ولا اسد؟ لو انت شايف نفسك اسد هتبقى اسد. حط دايما صورتك اللي انت نفسك توصل لها. انا مره اتسالت انت نفسك تبقى ايه؟ قلت لهم وزير. بص لي كده قال لي انت ليه حطيت حقك تحت سقف اللي في مخك؟ انا مش بهزر، انت بتضحكي على ايه؟ على ايه؟ انا هقول لي هتقول لي دلوقتي ولا طب هو وزير فعلا. انت ليه حاطط سقف اللي في مخك؟ ليه ما قلتش رئيس وزراء؟ ليه ما قلتش امين عام الامم؟ ليه ما قلتش واحد من اللي هو الكاريزمات زي البابا شنودة والناس العظماء دول؟ شوف نفسك فين وطول ما انت حلمك معاك مش هتوصل له، ولو ما وصلتلوش على الاقل هتقرب. عشان كده انا عندي في خدمه ملاك دايما بقول للخدام ايه؟ واحنا بنجهز فصل وانا بطلع خدام يمسكوا فصل جديد، احنا عندنا بيبي كلاس هنطلع كي جي 1 من، فبنختار اتنين قدام هيبتدوا رحلة خدمة مدارس الأحد. فبقول لهم شايفين أسامي الولاد دول؟ أنت مسؤول عن أنت في رقبتك جيل، أنت هتطلع من دول لو انت وجهتهم صح هتعرف تطلع منهم مثلا السيف جديد، هتعرف تطلع منهم اللي يعمل السيف جديد، هتعرف تطلع منهم اللي يعمل بلاش جديد، مش اللي لسه لاعب وبيقول عليه قديس كريستيانو عمايله سودا كتير بس عمايله مخيله كتير. هتعرف تطلع منهم دكتور في الجامعه، هتعرف تطلع منه صنايعي ايه وهو ماهر هيعمل ايه لما هنشوف هنقول ايه؟ انا قابلت واحد ايه؟ مسيحي النهارده زي ما كان باقي الايام من المسؤول يعني. بس فحضراتكم لو مش شايفين الناس دي في المرايه اسود، لو مش شايف الذئب الصغنن ده هيبقى بطرك، ولو مش شايفه هيبقى عامل، ولو مش شايفه هيبقى بطل، وما شفتش مواهبه وطلعتها وطوعتها في خدمته وخدمة ربنا هتضيع جيل. فيجواليز سكسس، لازم تشوف النجاح شكله ايه، لازم تحلم بيه وهيكون ايه. اللي بقوله على نفسك ده لو انت حاطط في الورقه اللي فاتت هدفك، هدفي ان الاسره كلها في اخر السنه تكون حاضره الخلوه بتاعت المسلمين. حطها ورقه قدامي، حطها قدام الولاد في مدارس الاحد وكل يوم اروح اعمل حاجه، هنعمل كذا، هنمسك في ربنا، هنتخانق معاه، هنحضر القداسات، احنا هنبقى اولاد ربنا صح. طول ما انا شايف الهدف ده ايه؟ هوصل له. مونيكا، في حد اسمه مونيكا؟ في؟ خلينا في مونيكا بتاعت اغسطس. مونيكا مامت اغسطين ساعدت لهدفها بتصلي كام سنه؟ حطها قدامها. ما ملتش عشان واثقه ان ربنا هيعمل. فحضرتك حط هدفك قدامك عشان تحفز نفسك مش هتنساه. شوف نفسك اسد هتبقى اسد. كل ما تحس ان طاقتك راحت شوف مصادر طاقتك فين، ودي محاضره ثانيه. شوف مصادر طاقتك فين، عايز خلوة خد خلوة، عايز تفرح خد فرح، واطلع اتفسح، ما تستسلمش، لأنك لو وقعت
هيدا انا تكتب عليك مرة السيستم طب تحكي عليك مرتين تصميم مين عدي لك 10 ايام في الاخر تبقى لوحدك. عشان التحفيز ده مين؟ بره ولا جوه؟ لكن اول سلايد انا ايه؟ حاجه جوايا حد هيسخنني؟ اه بس لو مهما سخنني وانا جوايا ده ما امشي. عشان كده لا تستسلم ليه؟ لاي حصل بحد يقول لك انت فاشل؟ ماشي عشان ربنا والله اعلم يعطينا روح الفشل وروح القوه المحلوله لو حد ده اثر عليك. طب لو انا شايف نفسي فاشل ليه؟ تكون كشجر المغروس على مجال المياه لتعطي ثمرها في حينه وكل ما يصنع ينجح فيه. الكتاب المقدس بيقول كده على مدى ربنا. الشجر المغروس على مجال المياه ايه؟ مجال المياه يعني روح القدس. حضرتك في حد فيكم ما معهوش روح القدس؟ في حد مش متعمد هنا؟ في حد ما خدش زيت الميلون؟ فانت شجر مغروس على مجال المياه. فكل ما تصنع هتعمل ايه؟ تنجح في سواء ريت ولا ما رضيتش. بس الا لو انت نزعت نفسك من جنب المجال.